احنا البارح شاهدنا واحد الكارثة هنا في مدينة سبت قزولة بالمحطة. انا عبد الجليل الضاوي، وهذا الشيء اللي شفت البارح اخويا بحال كانت تابورو وكما دخلناش البارح كانت وقع كارثة. جاوا المقهى وخربوها وشعلوا العافية في جميع الأنحاء ديال المقهى وفي المحطة، والناس هربات، الناس بغات تركب في الكيران وكذا، مسافر مع وليداتها وهربوا. هادشي ما كيبشرش بالخير وهادشي ما نتقبلوش، والناس تخنقات من الدخان وكذا فهمتيني، والعافية وشعلوا البنوات ودخلوا واحد التدخل. هاد الناس ماشي إنسانية، وهذا المقهى ديال العموم اخويا، وكنعيشوا هنايا في المحطه مده واحد من 2002 وما عمرنا شاهدنا هذا الشيء حتى البارح. الناس كاع مخلوعه، قزوله كامله مخلوعه البارح، الناس سدت مع الثلاثه تاع العشيه وبغوا يفرقعوا البوطات وشعلوا حبسوا الشارع الرئيس العام، والناس بيعوا شرايه مساكن هربوا، وكاين اللي ضاع عليه رزقه وكاين اللي خلى سلعته خسرت. وهذا الشيء احنا ما ماشي معاهم فيه، ماشي تغيير بهذه الطريقه، تغيير بطريقه سلميه. اما باش تجي تدخل وتشعل العافيه وتجري على الناس ويركبوا في الكيران، معاه كاين اللي معاه وليداته، كاين اللي معاه مرته حامله، والقراعي والحجار ها انتم كتشوفوا، ها انتم ها هي الحجره هاي شتيها. هاد الشيء راه كيضر بالساكنه، خصوصا الساكنه. هاد الناس راه ماشي من المستوى ديال البلاد باش يغيروا التغيير بهذه الطريقه. ناس مساكن خاسر رزقهم، بيعوا شرايه ضاع عليهم كل شيء، كاين اللي هرب وخلى صرفه وخلى كل شيء ومزاد في حاله، كاين اللي خربوا لي ما حاله. هاد الناس اخويا راه ماشي بهذه الطريقه غيغيروا هاد الشيء، ماشي هي الطريقه باش نديروا التغيير. طارق اخويا كيفاش وقع؟ المشاهد مازال ما عرفش. هاد الشيء وقع من الانتخابات، هاد الشيء جا من اللي سي جات المحطه، اش قرب اللي سي المحطه. هذه محطه طرقيه ديال العموم، جات اختي ولا جات امي ولا جات اختك انت، اي واحد غيركم من المحطه، ماشي بهذه الطريقه باش نجوا نغيروا التغيير. هجمتوا على بنادم، بديتوا كتهرسوا التلفازات، تهرسوا العافيه، شعلتوها في اي بلاصه، كاين شي بلايص شدت فيهم، كاين شي بلايص ما شدتش فيهم. وهاد الناس قال لك حنا محرضين ناس اخرين، وحنا ما عرفناش دوك الناس، ما نقدروش نظلموا شي واحد. وهذا الشيء راه كيضر بالساكنه. شعلوا العافيه في الزنقه والشارع كامل محبوس البارح. الدار عندنا حنا عمرت حنا ورا ستاسيون افريقيا، امي كتعيط لي كتقول لي جي لا يضربوك لا كذا لا كذا. امي هربت من الدار، قالت لك اودي غيدخلوا عليا. امر ضربوه راه الامر كل عصا، امر ضربوا راه ضربت شي 50 ديال الامن راه في السبيطار دابا، كاين شي كاين في ليرجونس في مراكش، كاين شي ناس في مراكش دابا حاله مستعجله، باقي لحد الان تحت التنفس الاصطناعي، الناس مضروبه. وهذا المشكل ديال كورونا راك كتشوفوا كل شيء شنو وقع. السيارات تقريبا واحد 80 سياره، كاين اللي عادي يز فياجور راه وقفوه ضربوه وهرسوا ليه الجيج، راه كل شيء ضربوه ما خلوش شي حاجه ما ضربوهاش. ما عمرنا كنا كنشاهدوا هذا الشيء في الانتخابات، كانت كدوز انتخابات سلميه. دابا حاليا بنادم كتبغي تخرج امك ولا اختك كتمشي للسوق ولا شي حاجه تبغي تقدا شي حاجه كتقول لك اودي غنضرب كذا. حاليا دابا هذا الشيء خاصنا ليه وضع، خاصنا نحدوا هذا الشيء في الوضع ديالو، وخاصنا نوصلوا شي حل اللي غيرضي الساكنه ويرضي كل شيء. حنا بغينا التغيير من ود البلاد، ما بغيناش من البراني. حنا هذا الشيء اللي وصلنا ليه السلطات حاصره التعيات، وراه ما كفاش هذا الشيء. حنا كنعيشوا سلميين، معنا والدينا كنخافوا عليهم، معنا خوتنا، حنا كنترزقوا الله في هذه البلاد وكتاب لنا رزق في هذه البلاد. ولكن هاد الناس اللي جاوا ما عرف، ناس مرتزقه من جات دايرين ملتمين وداك الشيء ما عرفنا فيهم حتى شي واحد، هما كيقول لك من طرف فلان. وهاد الناس كانوا بغوا يدخلوا ليسي، كانوا بغوا يفرقعوا داك الشيء، حرقوا الباشا الطوموبيل ديالو. داك الشيء حنا ما عندناش فيه المشكل، كنبقاو عاد تما قدام ليسي، علاش جابهم للمحطه؟ علاش جابهم للمقر ديال الناس العمومي اللي كتعيش فيه الساكنه كامله والسويقه؟ الناس كاين اللي خلى السلعه ديالو هرب عليها، كاين اللي خلى رزقه مشرتل ديال وليداتو ضاع فيه وزاد في حاله، كاين اللي مشى ليه رزقه، كاين اللي بيت مخلوع دابا. والناس حاليا دابا مخلوعه، الناس دابا حاليا الناس مخلوعه، ناس قزاره دابحين كيشري الطور بجنين ونص، اللحم البارح اللحم صباح خاسر، اليوم صباح الضو مقطوع على القهوه، صباح الفريقوات خاسرين، كل شيء خاسر. واخويا الشيء ما كيبشرش بالخير، والله يدير شي تاويل ديال الخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.